مشاكل يوم تبدأ تشغل البال، وليش القهر ليش الظلم ذالي، وليش القهر ليش الظلم ذالي، على ايش ذا كله، على ايش على ايش نتقرح، على ايش على ايش ذا كله، على ايش على ايش نتقرح، على ايش على ايش على ايش على ايش. كل يوم تظهر لي حكاية، وانا اللي قلت قد جت النهاية، يزيد الهم نبدا من بداية، يسألني وانا بقول مدريش على ايش على ايش ذا كله، على ايش على ايش نتجرح، على ايش على ايش ذا كله، على ايش على ايش نتجرح، على ايش على ايش على ايش على ايش. صغيرة نرجعها كبيرة، مشاكل تبهر ما حقيرة، حسد أو ظن بعض أحيان غيرة، وننسى كل شي والملح والعيش على إيش. على إيش ذا كله، على إيش على إيش نتقرح، على وزاد الهم زاد القيل والقال، مشاكل يوم تبدأ تشغل البال، ودمع العين فوق الخد سيال، وليش القهر ليش الظلم ذا ليش، على ايش على ايش ذا كله، على ايش على ايش نتقرح، على ايش على ايش ذا كله، على ايش على ايش نتقرح، على تسامحنا تصافينا رضينا، نودع كل ماضينا انتهينا، بروح الحب فعلا قد بدينا، ودعنا الهوى والكذب والطيش على ايش على ايش ذا كله، على ايش على ايش نتقرح، على ايش على ايش ذا كله، على ايش على ايش نتقرح، على ايش على هبط شي معنا شغل، انا عمل ولا كل ما جينا مساح تمسح، يوم نجينا ابو عواد تمسح هنا وهنا يوزع. الله يهديك يا عمي ابو السبع، نظافه مهمه، الاحتياط واجب. ايوه الاحتياط واجب، بس لما نجي تمسح النظافه مهمه، روح قبلنا اثنين حليب يلا بسرعه. ايه ابو السبع الدنيا تبقى صبر اكيد. يا أبا قم ثور حقك. صباح الخير. صباح أبا. وش معك؟ وش كذبك؟ وش تبى؟ راح العب لك مع العيال يا أبا، يا أبا راح العب لك مع العيال. انت ايش تبغى؟ 1000 ريال. انت داري كم شقاف ال 1000 ريال ذا؟ كم يومين يا أبا. 1000 ريال. والله تعال ليش قصة ال 1000 ريال ذا؟ غيبة 1000 ريال ذا 1000 ريال. الحين تقول انتو؟ انت ما منا ال 1000 ريال، صح؟ ايش معكم في ال 1000 ريال هذا اللي تشتوه من الصباح؟ عواد يبغى 1000؟
سبعي بقى ألف. ايه ايش الالف ده؟ قولوا لنا ايش قصته. لا صباح الخير يا صباح. صباح الورد يا حيا يا حيا يا حيا بحسام. كيف حالكم؟ تمام. حمدان حمدان حيابك. اهلين حسام، انت جاي قبلك. شكرا، انا فدالك. قد شربت في البيت شاي من احلى عم في الدنيا وقيت. الله يخليها لك يا رب. يعني ضروري تروح البحر، فكرين في رحلة بتروح البحر؟ ها يلا يا عمل، يوم أبلي الألف ريال على خارجنا جارو سريع. قم انت ته ألف ريال لازم انت بس تروح البحر. يا بابلي ألف ريال بروح البحر قبل ما أروح البحر قبل يا بابلي أبو سبع والله أثر فيه. اسمعوا صح، عندي فكرة، لو تسمحوا لي ان انا اساهم بنص مبلغ الرحله وانتوا تساهموا بالمبلغ الثاني. يعني ما قصرت يا حسام، فكره البحر يا ابو عواد كانها دخلت في راسي. منها بنجمع شمل الحافه وبنروح مع بعض نغير جو سياحه ونتسلى كل اهل الحافه، نلتم ونجتمع ونخرج عن المألوف. لو انا منها نخرج عن المألوف يا إلي، نخرج عن المألوف ونسبح في البحر الجميل ونسبح نسبح نسبح. يا سلام نسبح. يا سلام، وانا عن نفسي وربي موافق، اشتغل البحر اشتي تسبح تسبح في البحر تسبح. لو انا خرج على المألوف او نسبح 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 او نسبح 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 نوزع. بكره بكره البحر البحر نسبح نسبح. يا سلام، بحر بحر، البحر نشاط وحيوية تمام 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 ما شاء الله. وش جاهز لنا؟ كل شيء جاهز. يا سلام، كل شيء جاهز. بس أنا قلت يا أبا صلح بطاط أبو حمار. أنت دائما لما تقول تجيب لي اللوك بطاط أبو حمار. بحر 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 بطاط أبو حمار بحر. عندك البطاط أبو حمار حمار. بتسلك ثاني مرة، بحر البحر يشتي له ايش؟ يشتي له ربيان، يشتي له بطاط، يشتي له لحم، يشتي له بطاط ابو حمر. ايش بطاط ابو حمر؟ ساك عقلك عند الزربيان يا ابا. الزربيان هو منك. ها لكن انا بس قلت ايش؟ قلت كلمت امي. يا سلام، قلت لها تبكر بكر من صبح ربي. كلمت امك ما في كلام. جهز الغداء. ايوه من صبح ربي. ايش من الناحيه؟ سمعني ايش تجهز؟ الغداء بالزياده بالزياده. بس ايش هو؟ الرز مع الدقاق. دقاق ذاك دقاق. يا سلام، ثنتين جبت دقاق ولا ذك ما ذكرت شم ثنتين من دقاق. دي جبتها جبتها من الثلاجه انت نايم حبتين. تدري ليش؟ ليه؟ عمك ابو من؟ ابو سبع الليل. عمك ابو سبع الليل رايح البحر، يعني ايش سبع الليل؟ وابوه رايحين البحر، معناته بيجيبوا حاجات وحاجات. ايش بيقولوا علينا؟ بيقولوا علينا والله ابو عواد جاي ياكل، هو ابنه جاي ياكلوا بس، قبلوا قليل بطاطا ابو حمر بس. على العموم مترمس عبيت وثل. الله صل على النبي يا ابا. دحين عبي ثلج يجيبك دائما الخساره. دحين عقلك عبي دحين ثلج ما عاد الصبح الا غذاب. او صح خساره يجيبك خساره. يا شاطر قم 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 قم. القبيله عاد شي حاجه معك؟ ما عاد شي حاجه. لا لكن القبيله تجري فيك يا ابا. ضروري بكره معانا بحر 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 بحر. والله لي انا من عام بيجي 82 من البحر. يا ترى البحر عادوا زي اول حسين؟ البحر جميل. هذا ما سنعلمه غدا ان شاء الله. أباه معنا رحلة البحر. أيوة بكرة اشتيك تلبس هذا السروال وهذا القرم، بيطلع على كيفك فوق. لا مجنون أنت مجنون،
هذا آخر زماني ألبس لك سروال وقرم مجنون أنت. ها ولا هيش ايش تبى تروح بالمعوز البحر تبى الناس يضحكوا علينا بالمعوز؟ أنا بسبح لي بالمعوز، بس سبح بالمعوز انت مجنون أنت، ألبس سروال وقرم كله قرون يا بني. أنت بعقلك بتروح بالمعوز داخل البحر الناس بيضحكوا علينا؟ تروح بالسروال والقرم بيطلع على كيفك فوقك يا باه مليح بتقع والله. بيطلعين حلو فوقي؟ ايش كلمة حلو قليل. كيف كيف هذا السروال؟ هذا السروال ها بس باقي هذا القلم. ايش هذا القلم؟ ايش والله بتقول ابني يعني بيرجعني؟ ايش بيرجعني؟ وهذا قلم. ايوه اسمع ابني انا بقربهن بقربهن. انا عقبيني وطلعين علي تمام، قلنا بسم الله ماشي رجعت المعوزي يا ابني. لا ما بترجع له. قربهن يعني بلبس. ايوه قربهن بلبس بشوف كيف بطلع. يا باش تقول لك حاجة. الله بالحياة اليوم أصحاب الحافة معاهم رحلة بيروحوا البحر وانت كل يوم شغل 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 شغل، ايش رايك تغير لك جو وتجي معانا؟ اصلا انا بروح معاهم. انا اروح رحلة مع مجانين؟ يا با اذا انت ما بتروحش خلاص جيب لي بيس بشارك معاهم بحق الرحلة وبنطبخ اي حاجة وبنروح. بيس ايه ورحلة ايه يا ابني؟ روح لك مع الناس دي اللي رايحين الرحلة على قولتك وقدك جيزهم. اصلا هم بالدرير بيشلوا حاجات مليان وانت ما تحتاج الا اللي داخل بطنك يا ابني، كلك جيز الناس لا من دري ولا من علم. تشغلنا شغلة يا بالله. يا بالله يحفظك. مش لهم لا لهم ولنا، كل نحنا بناكل يعني مش لنا بس، احنا بنشارك وبنطبخ وبنروح الرحلة مش لنا بس يعني. يعني هم عارفين من جاب ومن ما جاب تجي تشقلنا؟ هات كيف رد هات كيف. يا بن احنا مش ناقصين حاجة الله يحفظك. تمام انت ربي فاتح عليك وشغال ونحن حالنا احسن من باقي اصحاب الحافة. يعني نروح رحلة؟ إذا أنت ما بتجيب ليش؟ أنا بشارك معهم وبخلي أمي تطبخ لنا أي حاجة. لا أمك صلحي خدامة للرحلة. أنا بخلي أمي تطبخ يا با وبشارك، بتجي معي ما بتجيش براحتك. حسام عند أمي أرويك يا بني. ايش هذه الحلاوة؟ ايش هذه الحلاوة؟ ايش من حلاوة؟ ايش من ذا؟ حلاوة يعني من هنا رجعت امانة. ايش اقول لك؟ ايش اقول لك يا با؟ الله حسستنا ان انا هيفاء وهبي. اقلع شيطانك، راح اقلع شيطانك بجو البحر حقك. صباح الخير يا رافت. يا صباح الخير والمحبة والسرور. ها ايش جبت معك؟ ايش جبت؟ جبت عصاير ومانجا وسلقة طراحة. حلو والله. شوف انا ايش جبت معي؟ السكر والورق والحليب وكمان جبت الكتلي علشان هناك شاي. لازم شاي. اوه بتقعر احلى على كيف كيفك رضا. فين الناس؟ ما قوش الله. اصبر دحين بيجوا. اصبر بس اقل اخي. لا باين عليهم تاخروا. بيجوا انا شوني جاهز. حتى انا جاهز. حلو الرعايه لو غريب.
صادقة. لاقينا لاقينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معواد صلحت لكم الرز مع البطاط مع اللحمة بريحة الزربيان. بريحة الزربيان. علشان تكون أحلى رحلة لأحلى بحر مع أحلى عويلة. تمام. بريحة ايش؟ الزربيان. يا سلام. وين ابو سبع؟ حي ابو سبع الليل. ابو سبع الليل صلح الصياد يا احسن صياد. ايش الصيد؟ ايش الصيد؟ زيل زيل حجار المربوع اللي جبوها من الحبيلين. ما شاء الله. درق درق درق. جاهزين للرحلة؟ جاهزين جاهزين للرحلة. تذكر رحلة ايش؟ رحلة ترفيهية وخارجة عن المألوف. لحظة وانا خليت الوالدة صلح لكم احلى مطفايه وخبز طاوه. يا سلام. يا سلام ابوي. انا ابوي يا ابوي. بين عليها روح نسمع كاله يا عيني. كاله ايش باقي ناقص علينا؟ لا 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 لا. انا جبت لكم ترمس. المألوف خارج عن المألوف. بس باقي حاجه واحده. ايش باقي؟ فين الباص تاخر؟ بيجي بيجي. فين الباص؟ اجي 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 اجي. بس آه. وين رايحين؟ فين رايحين يا جماعة؟ معنا رحلة جميلة وللبحر وزربيان. طيب ليش ما زكنتوا علينا؟ على كنا بنروح معاكم، ليش تحرقون هنا هكذا؟ ولا يهمك يا محقق فهمان، كل شيء موجود بالزيادة. لو بتقينا يا سلام. أوه رحلة البحر، لنا فترة طويلة للبحر. أوه صح والله، لنا فترة طويلة. طيب خلاص ما دام كذا، انا بالطريق انا والجماعه اصحابي العسكر بنشل دقاق من الطريق. ايش رايكم؟ ما دام عليك الدقاق. ايوه عزة. وريت سالم. سالم حيا بك يا بابا. حيا بك يا بابا. اطلعوا حسب الحروف الابجدية. كل واحد ومنه. يلا يلا برسل. يلا برسل. وين السبع؟ وين السبع؟ سبع سبع. تعال سبع. سبع عند ابوه. عند ابوه. يلا ضبع. تعال تعال يا ضبع. ايوه ضبع ضبع. وعواد ابوه قاع ورا. يا ابوي ادخل ادخل. تعال يا فهمان. ايامك يا فهمان. ايامك يا فهمان. اطلع الحجم العائلي. ايوه لا يا رحلة ما فيش فيها متاعب. مش رحلة. مش رحلة هذه. يلا يا جماعة انزلوا ضحبة. يلا. يلا. ضحبة. ايش ده؟ ودعنا من البداية. ضحبة. انت ما شاء الله حجمك عالي. ضحبة دي الحلاية حق الرحلة. ابوك بعدنا. بعدنا انتوا ابوك دائما بحضننا. الحلاية حق الرحلة الضحبة. لا لا ضروري ضروري. رحلة ما فيش فيها متاعب. مش رحلة. رحلة عنا. حي عباك يا ابن عيال. حي عباك يا ابن عيال. حي عباك يا ابن عيال. الله ما بالي صرع اكل. يلا. ايوه. ما عدا. يلا. انت خالي وسريع. يلا. يلا. يا ابن دم دم دم. حيابك يا رضا. حيابك يا رضا. حيابك يا رضا. حيابك يا رضا.
خلاص خلاص يا شباب خلاص. ما حد يحرر لا حد حد يكلمه ولا حد يذكره بالديون. كل يوم تظهر لي حكاية وانا اللي قلت قد جت النهاية يزيد الهم من بدا من بداية اسألني وانا بقول ما ادريش على ايش على ايش ذا كله على ايش على ايش نتجرح على ايش على ايش ذا كله على ايش على ايش نتجرح على ايش على صغيرة نرجعها كبيرة مشاكل تبهر ما حقيرة حسد أو ظن بعض أحيان غيرة وننسى كل شيء والملح والعيش على إيش على إيش ذا كله على إيش على إيش نتجرح على وزاد الهم زاد القيل والقال مشاكل يوم تبدأ تشغل البال ودمع العين فوق الخد سيال وليش القهر ليش الظلم ذا ليش على إيش على إيش ذا كله على إيش على إيش نتجرح على إيش على إيش ذا كله على إيش على إيش نتجرح على إيش على إيش على إيش على إيش تسامحنا تصافينا رضينا نودع كل ماضينا انتهينا بروح الحب فعلا قد بدينا ودعنا الهوى والكذب وفيش على ايش على ايش ذا كله على ايش على ايش نتجرح على ايش على ايش ذا كله على ايش على ايش نتجرح على ايش